السلام عليكم. اللي ما اشترك يشترك يا شباب عشان تصلك المقاطع الجديدة. هذا الكناري مشحم، ناظر الشحم فوق. إذا بغيت تناظر تعرف الشحم، خلينا ناظر الطير نوضح. من تحت. أنا نتفته بس عشان أشوف الشحم، لأن الريش مغلق مرة كامل. عليك اضطريت إني أنتف منه، يعني تقدير مقدار الظفر، عشان بس أشوف مشحم. ناظر الصفار فوق طالع كيف. المفروض يكون أحمر، ما يكون فيه صفار. الصفار معناته إنه مشحم. ناظر الشحم. طبعا العلاجه التشحيم انك تحطه في مطيار او في غرفه او في شبك الحاله او في شبك صغير عادي، تعطيه مويه مع خل لمده 5 ايام. كل يوم تغير المويه، وش انا كل معي يوم تغير المويه، او في نبغ شو اسمه، وتعطيه خضار وتخفف من اكل الحبوب. تعطيه كوسه، اي خضار، تبشر له جزر، اي شيء، وتوقف عنه البيض نهائي في الحاله هذه. ولكن انا غيرت الطريقه شوي، لان عندي ذكور غيره، قلت بجرب طريقه اخرى، اللي هي اطلقه مع في المطيار مع الزيبرا، لان الزيبرا معروف بكثر الحركه. شوف الحين هو مع الزيبرا، حطيناه مع الزيبرا بدون خل وبدون شيء، عادي بنجرب 5 ايام 6 ايام، نشوف الشحم نزل ما نزل وش تغير فيه، لان الزيبرا معروف بالحركه، وكثر الحركه هم بيحركونه. هياخذ لياقة قوية، وإذا شحم الطير ما عاد يغرد أو يضعف التغريد ويضعف التخصيب أو يتوقف بعد التخصيب نهائي، ثقل حركة الطير. تلاحظ الطير حتى حجمه، يعني تحس إنه كأنه كبير شوي عن اللي مثل الكناري الثاني. عاد قلنا بنحطه مع الزيبرا عشان الزيبرا يتحرك معه.